أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أن مقال صحيفة تيليغراف حول وجود أسلحة في مطار بيروت يفتقد للمصداقية والمصادر الرسمية. وأشار في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية إلى أن اتحاد النقل الجوي نفى ما ذكرته الصحيفة في مقالها. حضرتك شفت إزاي المقال اللي نشرته التليغراف اليوم؟ المقال فارغ، والدليل أول شيء مبني على ثلاثة أركان. الركن الأول عن مصادر. أنا كنت بتمنى على التليغراف أنه تسأل هيئة النقل البريطانية Department of Transport البريطانية، بتعمل زيارة سنوية لمطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وكنت أول زيارة بشهر 1 لـ 2024 كانت تكون مصادرها جهة رسمية بريطانية وليس البعض. الأمر الثاني، الركن الثاني، قالت عمال في مرفأ في مطار بيروت. طيب المعني هو العامل ولا المعني هو الأجهزة الأمنية؟ كانت تسأل الأجهزة الأمنية. الأمر الثالث نسبت إلى الإياتا اتحاد النقل الجوي. تواصلنا مع اتحاد النقل الجوي، نفى ما تم ذكره أو ما ذكرته التليغراف بمقاله، ولا بل أرسل إيميل رسمي، رسالة رسمية إلى التليغراف وطلب منها انه تشيل اسم الإياتا من المقال. طب هل من المعقول انه هي شالت اسم الإياتا واستبدلته بكلام عام رجعت؟ وبالتالي هذا البيان هو بيان تشويه، او المقال بيان تشويه لسمعة مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.